غرف مزينة الزوايا بمعالم تراثية وثقافية ومعلقات تقليدية، لكنها تجسد أدوات لثقافات الولايات التشادية، بحيث سعى القدامى إلى اقتناء هذه اللوحات والأغراض بمثابة جهود قديمة نتيجة لأعمال الحرف اليدوية بشكل مبهر. ويعمل القائمون على أمره الاحتفاظ به واتخاذه ضمن مجموعات ثمينة، هكذا رؤية القدامى ولا خلاف في ذلك. وعلى الجيل القائم حماية هذه الموروثات الثقافية عبارات نادى بها أصحاب المعالم والموروثات المعروضة ضمن أنشطة فعاليات مهرجان الداري. دا من سامان ده شيء بس مطالع وسرير وشنو كله كلام شغل أنا كاكا أنا نحن سامان ده داري هو ده بس النجمنا وصفوا للإيال عشان يقود للحالة يقدر يشوف التاريخ التاب الزمن ناس يشوف خير وده اللي يكون وادين ده بس أنا نجيب نوصف. فضاء مهرجان الدار الثقافي في نسخته الرابعة معججة بمعالم تشكيلية ملفتة للنظر يستفيد منها الزوار على مدار الأيام المخصصة لمهرجان الداري.